السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. امبارح اتكلمنا عن الذكر وعن فضله، وكالعادة ما لحقناش نكمل الكلام. أنا برحب بضيفي الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، أهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب، وربنا يكرمك ويسترك، يفتح عليك يا شيخ أحمد وعلينا جميعا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا بنتكلم طبعا عن الذكر، والذكر حاجه جميله جدا، وقلنا ان الفرق بين اللي بيذكر واللي مش بيذكر زي الفرق بين الحي والميت. نعم صحيح. الحمد لله وكفى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرف. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. تمم اللهم ما به بداتنا، ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. لا شك ان موضوع الذكر هو موضوع يعني موضوع طويل، وموضوع يحتاج منا الى وقفات متعدده، خاصه لان الذكر يعني كما يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لان اقول يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا احب الي من ان انفق عددهن مالا او دنانير في سبيل الله تعالى. وكان سيدنا عبد الله بن عمر كان برضو يؤيده في هذا الايه، في هذا الكلام، وخاصه ان ربنا تبارك وتعالى اعد للذاكرين ايه، المغفره والاجر العظيم. والذاكرين الله في قول الله عز وجل في الاحزاب: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الى اخره. فيقول: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بس مش المغفرة بس، كمان ده أجر الإيه؟ الأجر العظيم. وفي الحديث الصحيح أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي كده في مكة، وبعدين مر على جبل اسمه جمدان، اسم الجبل كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، على الجبل يعني، سبق المفردون، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هو نقطة بس، يعني ايه المفردون؟ كلمة، فهو عرفنا سبقوا، يعني سبقوا للجنة؟ سبقوا للجنة، يعني يعني برضو انا عاوز اقف بس عند كلمة المفردون، لأن كتير من الناس يقول لك المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لا، أنا عاوز أقف عند أصل كلمة المفردون دي. المفردون يا أستاذة عارفة لما يكون في اتنين أقران مع بعض، ما فيش اللي هم في تخصص واحد في الدنيا دي كلها، خلاص كده، ثم انتقل أحدهما مثلا إلى رحمة الله أو خلاص مش موجود، بقي إيه؟ بقي واحد. فالواحد ده هو كأنه هو الفرد الوحيد في الدنيا في المجال ده، فهكذا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لما بيكونوا أقران مع بعض ويذكروا الله عز وجل، ويتفضل فئة بس قليلة هم دول المفردون من أهل الإيه؟ من أهل الدنيا. طب إزاي أكون بقى كده؟ عاوز أصل إلى أن أكون من هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات. تلاقي الصحابة رضي الله عنهم تكلموا، قال لك: شوف، لو أنت حفظت على أذكار الصباح والمساء ثم حفظت على الأذكار الموظفة فأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حد تاني قال: والله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات دول من واظب على الأذكار دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، فهذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالمسألة سهلة خالص. حد تالت يقول: والله انت عارف، لو قمت صليت ركعتين قيام ليل كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو ان الراجل قام من الليل كده فأيقظ امرأة فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالمسألة سهلة وبسيطة جدا، يعني أنا لو أنا حفظت على أذكار الصباح وأذكار المساء فأنا من الذاكرين الله كثيرا، لو أنا حفظت في قيامي، في قعودي، في ممشاي، في كل شيء على الذكر، أحوال الذكر، الأحوال الموظفة دي، فأنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد كل صلاة بسبح اللي هو ختم الصلاة اللي هو معروف، فهو إيه اللي هو سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. حد يقول لي: أنا أحيانا ببقى مستعجل وعندي شغل أو في اجتماع وصعب اللي أنا أختم 33. عندي حديث آخر تقول: سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. ممكن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ ماشي، يعني أنا بس أتكلم على الأحاديث الواردة في المسألة دي، خلاص. حاجة تانية بقى، لو أنا قلت سبحان الله العظيم وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، نخلة، طيب سبحان الله العظيم وبحمده انت ممكن تقوليها كم مرة؟
اللي في الساعه مثلا 100؟ لا مش 100، ده انا عاوز اقول لك الربع ساعه انت ممكن تقولي 1000 مره وجربيها كده وانت ماشيه مروحه النهارده كده، قولي الربع ساعه دي انا هقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده. بس شوفي كده هتلاقيها كم مره، هتلاقي بتعملي في الربع ساعه 1000 واحده، 1000 تسبيح. يعني الساعه فيها كام؟ 4000، فكانك كده ربنا ادالك 4000 نخله في الجنه. شوف انتوا عاملين تتكلموا بقى في سقيا الماء والنخل وبيعيش وبيعمل وبيروح وبيجي، ده كله في الدنيا، فما بالك بقى في الاخره؟ واخده بال حضرتك؟ طيب ايضا كذلك الامر ان ربنا تبارك وتعالى يباهي بالذاكرين الله كثيرا وذاكرات الملائكه. في حديث ابي سعيد الخدري في حديث مسلم ان سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه خرج على حلقه في المسجد يذكرون الله تعالى، فقال معاوية رضي الله عنه: ما أجلسكم؟ أنتوا قاعدين كده ليه؟ قال: والله جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، اللي احنا نذكر إيه؟ نذكر الله عز وجل. فقال معاوية رضي الله عنه: أنا والله ما أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش بتهمكم في حاجة ولا حاجة. أمال إيه؟ قال: أصل حصل نفس الموقف ده، خرج النبي على حلقة في المسجد في اللي فيها الصحب الكرام رضي الله عنهم وكانوا يذكرون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما أجلسكم؟ أنتوا قاعدين القعدة دي ليه؟ فقال: والله قاعدين نذكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني والله لا أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الله عز وجل قال لجبريل أنه يباهي بكم الملائكة. فتخيلي بقى الناس اللي بتذكر ربنا تبارك تعالى، الله عز وجل يباهي بهم الإيه؟ ملائكة. يباهي بهم الملائكة. طيب مش احنا عندنا حاجة كده قاعدة ممكن نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته، دي ناخد عليها ثواب قد الحاجات اللي قلناها دي فعلا؟ ده انا عاوز اقول لحضرتك اللي هو دخل النبي عليه الصلاه والسلام ولا السيده ام سلمه ماسكه كده عامله عارفه الحصى وقاعده عماله تعد سبحان الله مش عارف ايه، فبيقول لها ايه اللي بتعمليه؟ فقالت له بذكر ربنا، يعني عماله بالعد عشان تعرف قد ايه. فقال لها: طب انا هقول لك حاجه افضل من اللي انت قلتيه ده، اللي هو ايه؟ اللي هو الذكر اللي انت قلتيه دلوقتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد ايه؟ ومداد كلمات. طيب مش احنا عندنا قاعده؟ احنا بس عندنا تليفونات كتير. طب هقول قبل التليفون بس، مش الايمان بيزيد وينقص؟ طبعا. قالوا لاحد الصالحين: الايمان طيب ايه زيادته ونقصانه؟ قال: زيادته لما تيجي تسبح وتحمد الله عز وجل، تكبر تقول الاذكار، فهذا في من زيادة الايمان. طب لو سكت ما بتقولش، هذا دليل على نقصان الايمان. ربنا يعافينا. ام بسنت اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله تمام، كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يخليك يا رب، يحفظك يا رب. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله ويجزيكم خير على البرنامج الحلو ده. الله يخليك يا رب. الله يكرمك. انا بص، انا باجي اسبح بعد الصلاه كنت دايما اقول يعني من سنين سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 33 مره. فجيت من فتره بقيت غيرت التسبيح وبقيت اقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 ولا اله الا الله. فبقيت اكسل، لساني واخد على الذكر اللي هو الاولاني. هل انا ارجع للذكر الاولاني اللي انا كنت بقعد اقوله لساني واخد عليه؟ تاني حاجه، انا لو انا سبحت وهبت التسبيح ده لام وابويا الله يرحمهم، هل هينفع التسبيح تأوهبه ليهم او اي حاجه؟ انا على علمي انا اي حاجه تجوز الا القضاء في الصلاه. هل انا الفتره دي والدتي كان عليها ايام برضك في الصوم اقضيها عنها برضك؟ وجزاكم الله كل خير. واياكم يا رب. ماشي يا حبيبتي. خلينا بس ان احنا في ختم الصلاه دي في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي انا اسبح 33 اقول الحمد لله 33 الله اكبر 33 تمام الماء زي ما هي قالت، او سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله اكبر 10. طيب هي بتقول انا لساني خد، هي عشان هي تعودت اللي هي تقول سبحان الله والحمد لله اللي هي الباقيات الصالحات تقولها كده، لكن احنا بنقول لا، تعالوا نلتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام لغايه ما نتعود عليها، هي هتتعود عليها ان شاء الله، وخلي الباقيات الصالحات لان دي دبر كل ايه؟ دبر كل صلاه. الحاجه الثانيه اللي هي بتسال عن حكايه والدتها التسبيح، هل التسبيح يصل ولا لا يصل؟ شوفي التسبيح كل عمل صالح بإذن الله تبارك وتعالى يصل إن شاء الله. كل عمل صالح يصل بإذن الله تبارك وتعالى. وبعدين أنت إن شاء الله يعني ولد صالح بإذن الله، أو يعني قصدي ولد صالح يعني بنت صالحة إن شاء الله، وأنت من كسب أمك
يعني وليس الإنسان إلا ما سعى، والولد من كسب أبيه وأمه. فأنت إن شاء الله لما تقولي سبحان الله الحمد لله، هبي الثواب ده ليكي وليها إن شاء الله ولأي حد أنت بتحبيه من الأموات أو لكل أموات المسلمين. خلاص كده. الحاجة اللي بعد كده الصلاة، هل هي عليها أيام رمضان؟ طب أعمل إيه؟ أطعمي عن كل يوم مسكين، أطعمي عن كل يوم إيه مسكين، والله أعلم. احنا معانا تليفون عائشة. اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا عليكم السلام حبيبتي. ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ممكن بس اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم، زي حضرتك؟ الحمد لله والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال حضرتك في، انا هحكي لك حاجه يعني الاول وبعد كده هسال حضرتك ان انا كده فيها صح. طب اتفضلي، بس علي صوتك بس. ماشي، حضرتك سامعني كده؟ سامع، اتفضلي. طيب، انا عندي يا شيخ 20 سنه. ربنا يبارك في عمرك. تمام، ربنا يخليك. فو وانا صغيره يعني 6 سنين 5 سنين كده، يعني كان سبحان الله ربنا هديني كده لوحدي. الحمد لله. يعني انا محجبه حجاب كامل شرعي، يعني من وانا قبل ما ادخل المدرسه، يعني 5 سنوات او كده، وكل ده من نفسي يعني. تمام. ربنا من عليا وختمت القران الحمد لله وانا في 5 ابتدائي، يعني 10 سنوات او كده كده. ما شاء الله. انا احنا عندنا يا شيخ مبدا ان البنت في البيت عندها ملهاش اي راس، ملهاش اي لازمه، يعني بمعنى صح. انتوا منين؟ احنا من قرية. يعني بقى وجه بحري ولا قبلي؟ لا قبلي. تمام، ماشي. ف يعني كانت والدتي دايما ووالدي متعودين ان الولد، عندي اخ كبير عني، متعودين ان الولد يعني يعمل في اخته كل اللي هو عايزه، يعني يضرب ويشتم وكل حاجة يعني، ويؤمر، يعني ان انا ممكن مثلا زيه في البيت وانا في الدراسة وكده. هو اكبر مني ب7 سنين. تمام. فوانا صغيرة انا كنت يعني بريئة لدرجة غير عادية يعني. عائشة بصي يا حبيبة قلبي، انت بتحكي، احنا بس عشان وقت الفقرة انا عايزاكي تقولي يعني باختصار ايه السؤال. هو السؤال يا شيخ ان انا اخويا ده من زوري، وهو يعني مش عارفة اتكلم، هو من صغري هو عمال بيضرب وبيتحكم وكده، لغاية ما وصل به الامر ان انا لما بقى عندي 15 سنه، فانا كنت بخاف منه جدا ان هو يعني حصل تجاوزات، يعني تمام تجاوزات يا اللي هو حبيبتي. وصل لتحرش جنسي يعني. ايوه. فانا خفت ان انا اقول لاهلي وكده، فغبت بعدها سنتين لغايه لما حكيت لماما فيه. فهي بعدها انا كنت بسمع كلامها جدا ومطيعه ليها خالص، بس هي ما قدرتش كده يعني. هي لما انا قلت لها وصرحتها بالموضوع ما عملتوش اي حاجه، ولا واجهته ولا الكلام ده كله. فهو يا شيخ حلف على كتاب الله كذب ان هو ما عملش حاجه فيه. انا بعدها دخلت في حاله نفسيه سيئه جدا، ورحت لاكثر من دكتور نفسي اتعالجت فيه، بس انا بعد ما حصل الموضوع ده معايا ما بقتش مطيعه لوالدي ووالدتي، لان هما ما ساندونيش في حياتي، ما طب هو ساندونيش في السؤال، الموقف ده بالذات. طب السؤال يا عائشة، أخوكي ده متزوج الآن؟ لا لسه. طيب تمام، خلاص. أنا يبدو أن أنا فهمت السؤال بتاع حضرتك يعني، وأرجو أن أنت حضرتك تسيبي رقم التليفون إن شاء الله. يعني طبعا هو اللي هي بتحكيه حالة فردية وغريبة شوية، يعني حاجة الواحد ما بيسمعهاش تقريبا. فهي بقى هي ما قالش طبعا سؤالها ايه، بس هي بتقول ان هي دلوقتي مش بتطيع باباها ومامتها بسبب القصص اللي حصلت لها، او ان هي حاسه ان مامتها ما سندتهاش في المشكله اللي هو خلينا حصلت بس لها دي. نقول ان ده طبيعي، يعني المساله نفسيه بحته اصلا، يعني فكون ان الانسان يتعرض لمشكله ومشكله خطيره زي كده فطبيعي هو يحتاج الى السند، والسند ده اول ما يلجأ لوالده لوالدته، فلما بيلاقيش السند ده فيبقى عصي، يعني هو بيبقى خلاص مش قادر بيعصي. وكمان هي بتقول راحت لكذا دكتور وراحت نفسي. لدكتور، وخاصة هي بس هي المسألة ايه يا عائشة؟ ان طاعة الوالدين لا شك انها فرض ما دامت الطاعة في المعروف، يعني ما دامت الطاعة في المعروف، لو كانت الطاعة في المعصية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فخلينا نركز في الحتة دي، وانت حافظة القرآن
وشوفي الآيات التي وردت ببر الوالدين وبطاعة الوالدين أنت حافظاها، وأنا مش محتاج إن أنا أذكرك بيها يعني. الحاجة التانية، أنت عندك المشكلة النفسية دي تحتاج إلى علاج. العلاج وانت بتروح للاطباء النفسيين في المساله دي لازم يكون عندك انت كمان اراده اللي انت تخرجي من الازمه اللي حصلت لك دي. اتنين، لازم تكوني، وانا دي نصيحتي ليكي قدام اخوكي، او يعني لازم تكوني بالحجاب الشرعي الكامل، يعني الحجاب حتى قدام الاخ بالحجاب الشرعي الكامل، لانه لما فسدت الزمم يا استاذه دعاء وقل الدين والاخلاق بدانا نشوف للاسف الشديد. وبعدين هو ممكن يعني من كلامها واضح ان هو عنده مشكله نفسيه طبعا، لان هو كان بيضربها وبعد كده التحرش، يعني هو عنده خلينا مشكله، فهي لازم تعمل حدود بينها وبينه. هو لازم يكون في حدود، وهي بما انها قالت لمامتها وهو بيحلف، يبقى معنى كده انه خلاص اتعرف في البيت، فمش معقول هيتجرأ انه يعمل حاجه زي كده تاني. بس هي تاخد احتياطاتها، او مش هيعترف على نفسه، محدش هيعترف، بس مش هيعمل بقى كده تاني. بس انا المهم يعني عندي هي ازاي تخرج، هي ازاي تخرج من الازمه دي. دي ازمه نفسيه، تحمي نفسها بقى لحد هي اولا لما تتجوز وتمشي، تحمي نفسها وتحمد ربنا ان الامر لم يترق الى هما هو اكثر من ذلك. فانا الحمد لله، وبعدين تخلصي دراستك ان شاء الله لغايه لما يتقدم لك ابن الحلال اللي هو على دين وخلق، وبعدين كل ده هيتنسي بفضل الله تعالى. بس انت حاول يكون عندك اراده قويه جدا ان انت تنسي كل ده، لكن طاعه الوالدين مهمه جدا ما دامت في المعروف، ما دامت في المعروف. وهي يعني واضح ان هي شاطره، ومثلا حفظت وهي صغيره، يعني حافظه القران عمرها 9 سنوات ولا 10 سنوات، هي يعني في جامعه ولا في ايه؟ بس لو كانت في التعليم يعني خساره ان هي تسيب تعليم، يعني بما ان هي شاطره تخلص علشان تقدر تقف على رجليها ويبقى ليها حياه. اكيد يعني ربنا يحفظها يا رب، يحفظ بناتنا جميعا يا رب العالمين. ربنا يهدي الجميع ويسترها على كل الناس يا رب، الستر يا رب. بس اصل دي مشكله، بتبقى مشكله للاسف شديد. احنا خلينا نتكلم كده، لما نيجي نتكلم نقول البنت في البيت لازم تكون محتاطه، يعني عندها احتياط كامل. بس ده اخويا، ده ابويا، ده لو في نظره غريبه ولا حاجه احمي نفسك، احمي نفسك باللباس الشرعي الكامل يعني. ربنا يعافيك وربنا يستر بناتنا جميعا يا رب. امين يا رب، امين يا رب، استر الجميع يا رب. شيخ احمد، انت مالك زعلت ليه كده؟ زعلت لان القصه مش لطيفه ومش مستوعبه في العقل، يعني سبحان الله، حاجه الواحد ما يسمحهاش اصلا، سبحان الله. ربنا يعافينا ويهدي كده. وهو فعلا بيبقى في يعني الدين هو دايما الحل. الواحد لو هو بيعرف ربنا هيخاف ربنا، مش ممكن هيعمل اي حاجه غلط، سبحان الله. ربنا يهدي يا رب ويستر يا رب. بشكرك يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا. عرفت بقى فايده الدعاء، ربنا يسترك. والله ده الستر، ده هو النعمه. وزي ما بقول ان كل الواحد كل لما بيكبر كل ما بيعرف قيمه الستر، يعني دايما الدعاء بالستر والصحه هم رقم واحد فعلا. ربنا يرزقنا الستر والصحه كده، وربنا يسترك يا شيخ احمد ويسترنا ويستر ولادنا جميعا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بشكرك يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معكم مشاهدينا الفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. ومن أعظم النعم اللي ممكن ينعم بيها ربنا على إنسان إنه يبقى سليم الصدر، قلبه نظيف، ما فيش في قلبه لا غل ولا حسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنه دلوقتي هيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فالصحابة بقى قاعدين مستنين إيه بقى سر الرجل اللي داخل ده. وطبعا الحكاية معظمنا عارفينها، السر إنه بيبات، ما فيش في قلبه لا حقد ولا غل ولا حسد لأي حد. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك. مرحبا سيدة عزيزة حضرتك، الله يبارك. ربنا يكرمك. وإحنا طبعا لسه مكملين سلسلة حلقاتنا في الأعمال اللي بتظل صاحبها يوم القيامة، ومنها إن الإنسان يبقى قلبه نظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال التي تظل صاحبها إن الواحد يبتعد عن الحسد ويبتعد عن عقوق الوالدين، ولا يمشي بين الناس بالنميمة، اللي هو يوقع ما بين الناس وينم وينقل الكلام. ثلاث حاجات دول جاءوا في الأثر إن سيدنا موسى عليه السلام قالوا لما تعجل إلى ربه فرأى رجلا تحت ظل العرش فغبطه بمكان،
وقال إن هذا لكريم على ربي. يبقى سيدنا موسى لما رأى رجل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى غبطه، يعني هو في مكانة حلوة، فسيدنا موسى كان عاوز يبقى زي الرجل ده. وقال إن هذا لكريم على ربه، فقال الله سبحانه وتعالى لموسى ألا أحدثك من عمله بثلاث، يعني اللي خلاه يبقى في ظل العرش كده ثلاث حاجات. قال كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. تاني، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. التلات حاجات دول هنتكلم عليهم، بس احنا نركز النهاردة في الحسد، وفي سلامة الصدر، وفي سخاء النفس، وفي ان الواحد يبقى لا يشيل من حد، ولا يحقد على حد، ولا يستكتر على حد، ولا يقول يد الحلق للي بلا ودان، ولا يقول رزق الهبل على المجانين، ولا الحاجات اللي احنا ممكن نسمعها وفيها سخط وفيها اعتراض وفيها جذع على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قبل ما ابدأ الكلام نفرق الاول ما بين الحسد والحقد والغل والغبطة بعد ما نصلي على سيدنا النبي. قالوا الحسد هو تمني زوال النعمة من عند الغير، سواء جات له أو ما جاتلوش. هو مستكتر العربية دي على فلان، مستكتر البيت ده على فلان، مستكتر إن واحد لابس بدلة أو شيك مستكتره، يعني هو مش عاوز ده على فلان أو فلانة، تمام؟ يبقى ده الحسد، تمني زوال النعمة من عند الغير. الحقد هو تمني زوال النعمة وأن تأتي إلي، أنا عاوز الحاجة دي يا رب تروح منه وتجيبها لي، تمام؟ ده الحقد اللي هو فوق الحسد وأشد من الحسد. تعالي بقى شوف الغل ده عجيب قوي. هو ربنا كرمه موسع عليه، وشايف واحد لا يعني إيه على قده، لسه بادئ من الصفر ولا من تحت الصفر زي ما بيقولوا، بس إيه هو خايف إن الغلبان ده يكبر ويبقى زيه. شوف الغل، يعني هو ربنا مثلا ربنا مديله موسع عليه، وشايف واحد حالته على قده بيحقده وبيغل عليه علشان خايف ان هو في يوم من الايام ده يكبر ويشتغل ويبقى زيه. ده اسمه غل، بيسموه الحسد المقلوب. المفروض الحسد الطبيعي اللي هو ايه، انا مثلا حد غلبان فبستكتر على اللي معاه، لا ده معاه وبيستكتر على اللي معهوش، او خايف انه في يوم من الايام يكبر يبقى ايه، يبقى زيه وينافسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الجنة أو صفات أهل الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. مش هيبقى في حد أبدا أبدا في الجنة شايل من حد ولا يستكتر على حد ولا يقول إزاي. ولذلك حتى شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول لما لو واحد في الجنة كده في مكانة وشايف واحد كان عارفه في الدنيا في مكان أعلى منه، عمره ما هيقول ليه ده في المكان أعلى مني، ولا ليه ده ارتقى درجة أعلى مني. لأ، في الجنة ما فيش كده. هو هيقول في الجنة إيه؟ هيقول في الجنة ده يستحق المكانة دي، لأن هو تعب وعلى قد تعبه ربنا سبحانه وتعالى حطه في الدرجة دي. علشان كده مش هيبقى في حد في الجنة خالص مش بقى غيرة ولا حسد ولا الكلام ده. كل واحد بقى إيه، خلاص أنا المكان أو الدرجة اللي أنا فيها هي ديت اللي أنا استحقها، لأن عملي في الدنيا هو اللي وصلني المنزلة دي. يبقى احنا كده فرقنا ما بين الحسد والحقد والغل. قبل ما اروح للغبطة، الأمراض دي يا أستاذة دعاء أمراض قلبية وممكن تؤثر على الصحة النفسية؟ طبعا ممكن تؤثر على صحة الإنسان. علماء النفس أو الأطباء النفسيون يقولون الحاجات دي لو الواحد قعد يشغل باله بيها، يعني مثلا كان بيقول لك في أخين، أخ على قده وأخوه التاني ربنا موسع عليه ومبارك له في عياله وفي زوجته وحياته وشغله، فالأخ اللي على قده ده مستكتر اللي عند أخوه، فكان بيشتكي لطبيب نفسي بيقول أنا دايما شاغل بالي بأخويا وبفكر وبستكتر عليه ويوي لحد ما جالي الضغط والسكر. يعني شوف الأمراض الحاجات دي من كتر التفكير والحقد وإنه مشغول بغيره يعني وصلوا إنه هو يصاب بمرض، لأنه هو الله سبحانه وتعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكانوا دايما علماءنا يقولوا ما فيش واحد في الدنيا أقل من التاني، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله اللي يناسبه، وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله الأصلح له، هو ما عليه إلا أن يرضى وأن يسلم. ليه؟ لأن أنا مرة شاب قابلني بيقول أنا نفسي في فلوس، أنا عايز بس يبقى معايا مليون جنيه. طب هتعمل إيه بمليون جنيه؟ ممكن مليون جنيه لو بقى معاك حتى 100,000 يعني تفسد عليك نفسك وتفسد عليك حياتك، فاللي أنت فيه ده أصلح لك، تمام؟
حسد وحقد وغل اتكلمنا عنه، نتكلم عن الغبطه. الغبطه ان انا اتمنى الحاجه اللي عندي غيري ولا اتمنى زوالها، يعني هو عنده عربيه زيها. يا رب ارزقني بعربيه. الامام النووي في شرح النووي على مسلم بيقول الحسد نوعان، حسد حقيقي وحسد مجازي، تمام؟ او كما قال القرطبي محمود ومذموم. الحقيقي ان انا اتمنى زوال النعمه، يا رب اعمل بها حادثه، يا رب خدها منه، ده حسد. هو ما هو مش بيحب الخير لحد، تمام؟ وده خلاف الفطره. الحسد المجازي او المحمود ان انا، حتى الامام النووي قال لو كان في امور الدنيا فهو مباح وان كان في امور الاخره فهو مستحب. يعني يستحب ان انت مثلا بتشوف واحد او انت ساكن جنب حد فانت بتسمع فتحه الباب، باب شقته ساعه الفجر كل يوم، معناه انه نازل ايه، نازل صلاه الفجر، وانت مثلا تكون قاعد قدام التلفزيون او مش قادر تصلي او مش متعود، فانت تتمنى انك تبقى زيه. ده امر مستحب طالما في خير وفي عباده وفي طاعه. في امور الدنيا وعنده عربيه يا رب ارزقني، تمام، ده امر ايه، امر مباح. لما نتكلم بقى عن اول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء هو الحسد. لما ابليس عليه لعنات الله متتابعات حسد سيدنا آدم عليه السلام، لما قال يعني في معنى الكلام إن هو بيقول أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا ناري وهو إيه، وهو طين، ففي فرق. لا طبعا، والطين أفضل من النار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، إلى آخره. يبقى ده أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى في السماء. وفي الأرض لما قابيل حسد أخاه هابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إلى آخره فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. الحسد وصل قابيل إلى أن يقتل أخاه، تمام؟ قالوا الحسد ده من صفات اليهود مش من صفات المسلمين ولا من صفات المؤمنين. ليه؟ القرآن قال كده، قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين نقطتين مهمين قوي اللي بيخلوا اليهود يحسدون عليهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. يعني بيقولوا لبعض إيه السلام عليكم، فكانوا يحسدون على ده. حتى هم لما كانوا يقابلوا المسلمين السلام عليكم يعني الهلاك عليكم. وكذلك بيحسدون على إيه، على التأمين اللي هو وحدتنا وصفنا وقولنا في قول واحد وفي نطق واحد خلف الإمام، آمين. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على سلامة القلب، وبنتكلم ان ما يبقاش فيه غل ولا حقد ولا حسد. ما هو الواحد لازم يبدأ بقى بالتسامح. الواحد لما يكون متسامح مع نفسه ومع الآخرين، التسامح والحب ده هو اللي هيشيل الغل والحقد والحسد ده من القلب. صحيح. واللي هيعمل ايه، ما هو لو ما فضل هو زي ما حضرتك بتقول عايش في الغل وفي المقارنات، هو اصلا اللي جسمه هيعيا وهو اللي هيجيله الامراض. والتاني اصلا سعيد في حياته مش حاسس بيه. حضرتك فكرتيني بكلام لامير الشعراء احمد شوقي بيقول ايه، ارحم نفسك من الحقد فانه عطب نار وانت الحطب. تاني، صح. ارحم نفسك من الحقد فإنه عطب نار. الحقد ده والحسد ده عبارة عن نار، وانت اللي بتحرق في نفسك فعلا. ما احنا قلنا من شوية ان ده وصل واحد انه جاله الضغط وجاله السكر علشان ايه، علشان مشغول بغيره. علشان كلف نفسه ان هو يمشي عكس التيار. يعني بيقول لك الانسان لما يمشي كده على الارض هيستهلك وعاوز جهد، دي مشيته طبيعية. طب واحد عاوز يطلع فوق ويقفز فوق، ده هيبذل جهد أكبر لانه عكس الجاذبية. طب فهو ايه، انت كده لما بتحقد وبتحسد وبتغل وشايل ومستكتر ومش بتحب الخير وشايف انك مظلوم، مش معنى اديت ده وما اديتنيش، فده انت كده مش عكس التيار. تمام، انت اللي هتتعب. طبعا. ولذلك لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مخموم القلب من افضل الناس، ما مخموم القلب؟ قال الذي لا تقي، النقي لا اسم فيه ولا غل ولا حسد. تمام، يبقى انا قلبي نقي ده خلاص انا مش شايل من حد. تقي، بحب نفسي وبحب الخير وبحب الناس كلها، مفيش مشكلة. لأنه الواحد لو حب نفسه وحب غيره ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليه خيرا، لكن هو لو لم يحب الخير لغيره سيهلك ولن يجني أي شيء. تمام، ولذلك الرجل اللي كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
وبعدين مثلا قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ورجل غلبان خالص جايب يتوضى وجايب الحذاء بتاعه تحت إبطه كده وجاي ودخل وإيه وأثر الوضوء يعني يتناثر من لحيته ومن وجهه، وجه قعد مرة تانية قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وجه قعد نفس الرجل اليوم الثالث نفس الرجل. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص احتل حيلة، هو عايز يعرف الرجل ده هيخش الجنة بإيه، إيه اللي هيخليه يخش الجنة. فقال له ان انا حصل بيني وبين والدي حاجه وحبيت ابيت عندك، فبيقول بيت ليله اثنين ثلاث ليالي ما وجدت الرجل يعمل كثير عمل، بينام بعد صلاه العشاء ويصحى للفجر، لا بطول الليل بيناء بيصلي ولا طول الليل بيقع، راجل عادي خالص. فقال له بعد ثلاث ليالي، قال له يا عم يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه وانت اللي كنت في المره الاولانيه والثالثه وما رايتك تعمل كثير عمل، مفيش فرق كبير بينك عادي يعني بيعمل العبادات العاديه. ايه اللي خلاك تصل لهذه المنزله؟ قال ما وصلت لهذا الا انني ما ابيت ليله وفي قلبي غش لاحد ولا حقد على احد، ما في مره ما في ليله بتها وانا شايل من حد ولا بستقطر على حد، فيا ريت اي حد بيشوفنا دلوقتي ما ينعش هم أي حاجة في الدنيا ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى ويرضى بما قسمه الله عز وجل له، علشان لا يجيله ضغط ولا يجيله سكر ويسلم وما يتعبش من التفكير. وبعدين يعني الحاجات دي اللي هو أنت بتحقد أو بتستكتر هتستفيد إيه؟ أنت ده الحقد والحسد والغل والبغضاء والبغيضة والشحناء وكل الحاجات دي كلها هتتعبك أنت ومش هتستفيد حاجة، هتجيبك أنت ورا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. عايز تبقى غني وعايز تبقى يعني حتى لو مش غنى فلوس غنى نفس وغنى حياة، تبقى راضي وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. السعادة فعلا هي في الرضا، واللي قلبه راضي هو اللي بيعيش سعيد صحيح. واللي قلبه نظيف واللي قلبه بيحب واللي قلبه بيسامح هو ده اللي بيعيش مرتاح سبحان الله. صحيح. احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفقرتنا طبعا فقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وبنتكلم عن الصدقة الجارية وفكرة الوقف لله اللي عملاها مؤسسة سقيا الماء. الفكرة الصدقة الجارية طبعا يعني الحاجات اللي هي فيها ديمومة، ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام أعد هذا من أحب الأعمال عندما قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بس سبحان الله افتكرت حاجة دلوقتي في القرآن في سورة الليل لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا أبي بكر الصديق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وبعدين قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الكلام ده محتاج وقفة. وسيجنبها أول ألف أما من أعطى واتقى، وقبلها قال إن سعيكم لشت، يعني جواب القسم بتاع والليل إذا يغشى، قال جواب القسم إن سعيكم لشت، يعني عملكم مختلف. في واحد يزرع نخل، في واحد يزرع زيتون، في واحد يحفر بير، في واحد يشارك في وسط مية، في واحد يشارك في بير، واحد يشارك في محطة، واحد يشارك في مشروع صغير، واحد يشارك في تسقيف بيت، واحد يشارك في عملية من العمليات المبادرات اللي بتعملها مؤسسة سقيا الماء، واحد يشارك في تجهيز عرائس زي ما عملت مؤسسة سقيا الماء. كل الخير ده مختلف، وده مصداق لقول الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. وبعدين قال فأما من أعطى واتقى، اللي يعطي يتصدق، وصدق بالحسنى يعني هو بيتصدق وعلى يقين أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. وبعد كده قال وسيجنبها الأتقى، يعني هو لما اتكلم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أشقى يعني أشقى الناس، تمام، بتكلم على إيه؟ على النار. وبعد كده قال وسيجنبها الأتقى، يعني يتجنب النار ولن يرد على النار. الأتقى لأن في تقي وفي أتقى وفي شقي وفي أشقى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هو بيعمل ده لله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. آخر آية في القرآن ربنا قال فيها إيه؟ ولا في الصورة ولا سوف يرضى، يعني اللي يعمل الحاجات دي كلها، اللي ينوع في صدقاته واللي يتقي الله ويتصدق
واللي يعمل ده لله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعده بأنه سيرضى عنه كما قال هذا في حق سيدنا أبو بكر الصديق، ولسوف يرضى. ربنا يرضينا جميعا يا رب. هنشوف دلوقتي مع بعض أول تقرير في حلقتنا النهاردة مشاهدينا، ووقف لله شجر الزيتون، وتقرير من تقارير إنجازات مؤسسة سوق علمي. شجر زيتون وخيره كتير، مكان ما يكون يعم الخير. شجر مذكور في قرآني، ينور نور رباني رباني. دايما متعودين مع بعض ان احنا بننزل ارض الواقع وبنصور كتير جدا وبنقول لكم التفاصيل، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطمن عليكم. النهارده احنا كنا في مشروع، او النهارده احنا في مشروع اتكلمنا عليه كتير جدا من جوه الاستوديو، بس النهارده الاختلاف بقى ان احنا نزلنا الارض نفسها. غصن الخير، غصن الخير هو مشروع الزيتون اللي احنا قلنا نعمله وهنشتغل عليه الفتره اللي فاتت. ليه هنعمله؟ علشان حاجه مهمه جدا اللي هي ليطمئن قلبك. احنا نفسنا او بنشتغل دايما في المؤسسة ان احنا نطمن قلبكم، علشان كده جالنا اسئلة كتير جدا. النهاردة احنا بنعمل الابار بتاعتنا هي ابار تخزين الامطار. طيب فصل الصيف لما بيخش عليا والناس دي مش هيبقى فيه مطر، ازاي الصدقة بتاعتي هتبقى مستمرة؟ وازاي هضمن ان انا النهاردة الجنيه اللي بحطه في البير هيفضل شغال طول المئة سنة او الالف سنة اللي احنا دايما بنقولها مع بعض؟ ففكرنا ان احنا نعمل من ضمن المشروعات الصغيره للاسر المستفيده بالابار مشروع غصن الخير. طيب غصن الخير ده هو عباره عن ايه؟ احنا بنزرع هنا في الارض زي ما حضرتكم شايفين عباره عن 50 شجره زيتون، هيطلعوا لنا ال 50 شجره زيتون دول 12000 جنيه سنويا للاسره المستفيده من البير بتاع حضرتك. طيب انا عشان اشتري او عشان اشترك في المشروع ده بعمل ايه؟ اول حاجه انا بدفع مثلا ال 100 متر البير، ال 100 متر بدفع 25000 جنيه ثمن البير. طيب انا عايز ازود عليه بقى ال 50 شجره اللي هيكون امان ليا في البير بتاعي والصدقه بتاعتي تكون مستديمه، بعمل ايه؟ بدفع 3000 جنيه زياده على ال 25000، يعني الاجمالي 28000 جنيه. بضمن ان انا سنويا 12000 جنيه لكل اسره، يعني في الشهر انا بوفر 1000 جنيه. اضمن ان انا لما الصيف يخش عليا والبير ده معدل الاستهلاك بتاعه كان كبير في الفصل الشتاء، فجي الصيف عليا مفيش ميه، فيبقى الاسره دي حتى لو المؤسسه ما راحتش وسالت على البير، حتى لو حضرتك كنت مشغول ونسيت سهوا ان انت تروح في الصيف وتسال على البير بتاعك او الصدقه بتاعت حضرتك، يبقى انا ضامن ان الاسره دي معاها 1000 جنيه هتقدر من خلاله تبنى البير بتاعها. دي حاجه. حاجه تانية اتكلمنا وتسالنا كتير جدا، هل الابار دي ما بتحتاجش صيانات؟ هل انا ما احتاجش اعمل صيانه؟ لا، احنا قلنا بعد 10 سنين بعمل صيانه للبير. طيب بعد 10 سنين هل انا هكون موجود؟ هل المؤسسه هتكون لسه بتلف على الابار دي؟ هل حضرتك هتكون بتروح وبتبص على البير بتاع حضرتك الصدقه الجاريه اللي احنا عملناها؟ مش عارفين. فالمشروع ده هيضمن ان انا بعد المده دي يكون في للاسره مبلغ من خلاله هيصين البير بتاع حضرتك. يبقى انا النهارده عملت ايه؟ عملت حاجة قوية جدا اللي هي ضمنت استدامة البير والصدقة بتاعت حضرتك. علشان كده دايما بنقول مع بعض مع مؤسسة سقيا الماء، نام وطمن، الصدقة دايما في أمان وفي خير. تعين محتاج على بكرة أساس الخير، يا دوب بذرة وأرض تاخدها بالأحضان فتطرح فرحة على القدرة. ايدك في ايدينا نغرسها، ساعدنا عشان ننفذها. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا الخير وجماله بجد، يعني ربنا يكرمكم ويتقبل يا رب. اللهم امين. ربنا يستعملنا فيما يرضيه، ويا رب زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. شيء جميل ان الواحد يعيش على الخير، لان زي ما قالوا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. إن الواحد يتعرف في الآخرة
في الآخرة من أهل المعروف ده مش سهل، لازم يكون في الدنيا من أهل المعروف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أهل المعروف في الدنيا وأهل المعروف في الآخرة. كنا قبل ما نشوف التقرير الجميل ده بتاع الزيتون كنا بنتكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق وعن حديث القرآن الكريم عن سيدنا أبو بكر، إن النبي عليه إن ربنا سبحانه وتعالى وعد إن يعمل خير بإنه الله عز وجل بأن الله عز وجل يرضى عنه. ربنا يتقبل من الجميع ويرضى عننا وعن الجميع. ونشوف تقرير أبار المية مع مؤسسة سقي الماء. واحنا موجودين معاكم النهارده في مدينه سيدي براني في محافظه مرسى مطروح. انا موجوده مع مؤسسه سقيا الماء. انتوا عارفين انا بحب انزل بنفسي واشوف المصداقيه واشوف الشغل على الارض. انا جيت معاهم النهارده علشان نستلم بير صدقه جاريه على روح عمرو شلتوت اخو الاعلامي و الفنان واخونا في الله وصديقنا تامر شلتوت. طبعا حاجه يعني صعبه اكيد، لكن في نفس الوقت هي فرحتها وجمالها ان هي صدقه جاريه وان هي تروح كده لعمر ان شاء الله وتغير حاله من حال لاحسن حال يا رب، وربنا يرحمه ويغفر له ويصبرهم ويبرد قلبهم يا رب. احلى حاجه في الدنيا الصدقه الجاريه، وانا بحب ابار مؤسسه سقيا الماء، واول مره انزل معاهم الحقيقه يعني هنا في مرسى مطروح واشوف البير بنفسي. تعالوا نشوفه مع بعض. تامر، البقاء لله في عمر اخوك الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. انا بشكرك يا دعاء ان انت موجوده معنا النهارده، وبشكرك لتعبك معنا. يمكن انا بشكر جمعيه سقيا الماء على الـ على الـ على السرعه الحقيقه في تنفيذ هذا البير. ويمكن لما بيكون عندنا حد وحد قريب مننا والشخص ده انت عايزه تعملي اي حاجه ومش في ايدك حاجه تعمليها غير الدعاء او الصدقه، ودي الصدقه الواحد يكون بيهادي بيها اخوه، او يا رب ربنا يتقبل. احنا كلنا يعني بندعي ان ربنا يتقبل منها هذه الصدقه ان شاء الله. بس انا ربنا الكبيره يتقبل منا يا رب. امين يا رب، امين. فان البير وبالسرعه دي يتم تنفيذه، ونشوف زي دعاء كنت بتوري كل سنه مشاهدين ان هو بيخدم منطقه فقط، البير ده هو مصدر ميه الوحيد ليهم، فتحس ان انت عارفه تعملي حاجه. وسبحان الله سبحان الله، يعني البير ده اتوجد النهارده وده عيد ميلاد اخويا الله يرحمه. سبحان الله. فتحسي ان ربنا وفقنا في هديه ليه، ربنا يتقبلها يا رب يا رب. طبعا يتقبل. احنا هنا في صحراء وفي بيوت موجوده ففي سيدي براني طبعا في مرسى مطروح. البير طبعا ده بيخدم كل البيوت اللي المنطقه دي. ان شاء الله ربنا يتقبل منكم. وزي ما بنقول ان الصدقه الجاريه دي هي اهم حاجه، يعني الواحد صح. المفروض زي ما بنقول نعملها كمان لنفسنا واحنا عايشين، ونعملها لكل حبايبنا اللي سبقونا ان شاء الله. نتجمع في الجنه يعني يا رب. يا رب يا رب يا رب. هو فعلا يعني دي الهديه اللي بتكمل في الدنيا وفي الاخره، دي الهدايه اللي تهدي بيها حد اللي تكمل عارف دنيته وفي اخرته. وكنت انا لسه بتكلم معاكي قبل ما نصور، قلت لك احنا ممكن بنعمل حاجات كتير لناس كتير بيهمونا امرهم، مين اللي هيعمل لنا واحنا ما نعرفش مين اللي هيعمل لنا. سبحان الله. فيعني واصل العمر ده لابسين ولا حد عارف، يعني سبحان الله عمر يعني كان صغير، شاب صغير حبيبي. هو فعلا ملهاش مقياس وملهاش اي شيء، هو الاجتهاد مع الله عز وجل سواء بالدعاء والصدقه. في الصدقه اهم شيء الصدقه، ويا رب ربنا تقبل هذه الصدقه. وانا بشكرك يا دعاء، وبشكر جمعيه سقيا الماء، وبشكر كل واحد كان ليه دور ان الهديه دي توصل لاخويا الله يرحمه يا رب. ويا رب ربنا يا رب يكتبها في ميزان حسناته. امين يا رب، وفي ميزانكم، وربنا يكرم مؤسسه سقيا الماء. وانا حبيت اكون موجوده النهارده معاك كده واحنا بنستلم البير ده. واحب اقول لكل المشاهدين ان يا ريت الكل يدعي لعمر شلتوت الله يرحمه، ويدعي لتامر ولمامته والاخوه
وان هم يعني ربنا يصبرهم ويبرد قلبهم، وان شاء الله نتجمع كلنا يا رب في الفردوس الاعلى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كلنا وكل اهالينا وكل الناس اجمعين يا رب، ربنا يرزقهم يعني حسن الخاتمه يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب. ربنا بشكرك يا عجل، انا بشكرك. شاركنا خير كبير وساهم معانا في حفر بير، بدعمك وتبرعك هنفضل مستمرين في توصيل المياه للأسر الفقيرة وحفر الآبار في مطروح وسيوة لأهالينا. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. ربنا يعني يكرمكم ويتقبل منكم كل الأعمال الصالحة. اللهم امين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يأجرنا ونجعل هذا في ميزان حسناتنا وميزان حسنات المشاهدين والمشاهدات وميزان حسنات اي واحد او اي واحده بتتواصل مع مؤسسه سقي الماء ويرى هذا في الدنيا قبل الاخره ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا في نهايه حلقتنا. ومشاهدينا اسيبكم مع اخر تقرير في حلقتنا النهارده، وتقرير مجمع لانجازات مؤسسه سقي الماء. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية كتير تغير، بكلمة قلبي فرح يطير، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية يطير، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. بمجهودات حضراتكم ومجهودات جمعية سقي الماء ومجهودات الحكومة، بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت، قدرنا نرفع الكفاءة، والنتيجة إن أهالينا كلهم يستفيدوا واللي جاي أحلى بكتير. هو ده الشغل اللي حضراتكم وثقتوا في مؤسسة سقي الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من أهالينا جوه مطروح. أنا اتبرعت بسك نخلة لله وقف لله، فجيت علشان أشوفها بنفسي، أزرعها كده بنفسي وأطمن عليها، وربنا طبعا يتقبل. الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى، أولا وآخرا له الفضل والمنة، ثم الفضل لكم والشكر لكم إن أنتوا ساهمتوا في رفع كفاءة المحطة دي، وده إنجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه في سقي الماء بفضل الله، ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم، ومستحضرين كلنا كده الآية اللي بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر.
نعمل من أجل الإنسان.